بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنبدأ في Chapter 5 هو CNC Drilling، ومن خلاله إن شاء الله نعرض أولاً لـ Learning Outcomes اللي Obtain an Understand of Drilling Operation، Recognize the Different Tools Used in CNC Drilling Operation، identify the thread systems، وآخر حاجة في learning outcomes understand the whole cycles sequences. بنيجي نتعرف الأول على يعني ما هي definition بس للدريلينج. فبيقول لي من الرسمة اللي موجودة قدامنا دي، فبيقول لي الدريلينج هو عبارة عن إيه؟ creates a round hole in a work part or work piece. فبيقول لي contrast with boring which can only enlarge an existing hole. يبقى انا هحاول ان شاء الله من خلال هذا الشابتر ان احنا نبدا الاول ببعض العمليات اللي هي بتاعه الدريلنج وما يتعلق بها، وزي ما انت شايف هنقول contrast with the boring which can only enlarge an existing hole. يبقى ده الفرق بين البورينج وما بين الدريلنج. التول المستعمله هنا بيقول لي ايه؟ cutting tool called drill or drill bit. بعدين بنسميها drill bit أو بنسميها drill. Commonly performed on a drill press، وبيتم عملية الدريلنج على الدريل بريس. بنيجي بنشوف إيه اللي نقدر نعمله، عملية التشغيل اللي نقدر نعملها. فبيقول لي إيه؟ through holes versus blind holes. يقول لك through hole drill exits the opposite side of work. يبقى لما يجي بعمل الثرو هول زي ما هو موجود قدامي هو في الرسمه، اني انا الدريل بيت او الدريل بيت بتمشي وبتخرج من الاتجاه الاخر من الهول. اما البلايند هول او الثقب اللي هو غير نافذ، بيقول ايه؟ drill does not exit work in opposite side. يعني الرسمتين اللي قدامنا، واحده اللي بتمثل لي الثرو هول والثانيه اللي بتمثل اللي قدامي اهي بتمثل ايه؟ البلايند هول او الهول الغير نافذ. بنيجي نشوف السنتر دريل. بالنسبه للسنتر دريل، قبل ما بعمل عمليه الدريلنج او اعمل بيك دريلنج، لابد الاول ان انا احدد فين النقطه. فلو بصين فين النقطه اللي انا هعمل عندها الدريل، فلو شفت انا هنا قدامي ادي الهولز اللي هي موجوده دي لسه ما اتعملتش. هو الاول بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه سبوت دريلنج بسنتر دريل عشان احدد مكان التوب. لو انت جيت تشتغل مباشره بالدريل، هتلاقي ان الدريل بيتس عشان اعمل بيك دريلنج او اعمل هول من غير ما اعمل السنتر دريل، هجد ان الدريل عندي بيتحرك حوالين المركز ومش قادر اقف عند المركز. لذلك اول حاجه لازم نبداها الاول نعمل ايه؟ the center drill is used before drilling a hole with a standard drill. مع standard drill هو مخصوص لهذه الامور. This creates a pilot hole that keeps the drill bit from wandering and drilling the hole in the wrong position. يبقى الهدف منها هو تحديد المكان اللي هعمل فيه الهول، فلازم ابدأ ايه؟ عشان بالسنتر دريل عشان ما يبقاش عندي wandering and اعمل wrong position للهول.